السيد يحيى، سيادة النائب، يعني التقدم إن شاء الله تكون بالتقدم. يعني هذا اليوم شعاراتكم المغيبين مثل ما تحدث الشيخ، وأيضا حقوق المكون، وشعارات هواية. يعني أنت ما تشوف هاي الشعارات هي انتخابية؟ يعني أنتوا وين كنتوا يعني من قبل حتى الآن؟ أتحدث قبل الانتخابات، المغيبين وأيضا حقوق المكون، وأيضا يطلع لي نائب يروح لي في دولة معينة موفد من الحكومة ويتحدث في مواضيع كثيرة ويطلب تدخل الأمم المتحدة أو تدخل الجهات الرسمية الخارجية في هذه المواضيع. أريد أتحدث أنتم بالعملية السياسية من بدايتها إلى هذا اليوم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك والضيوف الكرام والمشاهدين، ورمضان كريم على الجميع. طبعا تقريركم بدايته يتكلم على الوضع السياسي او الوضع الانتخابي او الكتل السياسية او التحالفات للمكون السني. واكيد طبعا في بداية اي دورة خلينا نقول جديدة تظهر هنالك كتل وتتحالف كتل وتتأخر كتل وتتقدم كتل، وهذه مسألة طبيعية جدا بالعمل السياسي. وكل حزب او كل تحالف او كتله سياسيه لديها برنامج اكيد انتخابي، وهذه البرامج الانتخابيه ليست هي فقط على المكون السني، وانما ايضا موجوده في المكون الشيعي، وكذلك موجوده في عند الاخوه الكرد. فهذه مساله طبيعيه وبديهيه جدا. اما مساله البرنامج الانتخابي او تبني مطالب او حقوق فهي ليست وليده اللحظه. إذا ما تكلم به الإخوان فيما يخص موضوع المغيبين أو المعتقلين أو تهميش النازحين يعني أو التهميش، هذه المعاناة من 2003. يعني المكون السني يمكن فقط في هذه الدورة نوعا ما شوية بدأ يعني يتنفس أو يأخذ الدور، وإنما في كل المراحل الماضية أو تشكيل الحكومات السابقة أو الدورات السابقة المكون السني هو المكون المهمش. يعني هناك تحالف شيعي كردي واضح جداً، وبدأ الآن ينهار شيئا فشيئا. هذا التحالف الشيعي الكردي كان على حساب المكون السني. المكون السني أصبح ليست مواطني، ليس من الدرجة الثانية وإنما ممكن الثالثة أو الرابعة، والسجون ممتلئة بالمظلومين خاصة في المناطق الاحتكاك والمناطق يعني في بغداد وديالى وأطراف بغداد وصلاح الدين وكركوك. هناك الآلاف المظلومين في سجون الحكومة، والقاصي والداني يعرف أنه كان وراهم المخبر السري، وكان هنالك النفس الطائفي والدعاوى الكيدية وغيرها. فبالتالي لدينا الآلاف، هذه حقائق. يعني بسبب منه؟ بسبب الوضع اللي كان بالبلد الذي لم يستقر لحد الآن. الوضع الذي لم يستقر من 2003 ولحد الآن، أيام الاحتلال ومن ثم المقاومة ومن ثم الطائفية ومن ثم داعش الآن الانتهاكات وغيرها. هاي الحقبة يعني صارت 18 سنة أكو حقوق للمكون. فبالتالي من حق اليوم أنا كممثل المكون بكل العناوين أنه أطالب بهذه الحقوق، وهذه الحقوق هي ليست منا لأحد، وإنما أنا اليوم شريك في هذا البلد. وبالتالي في ظل المواقع اللي تستلموها بالدولة يعني وبالحكومة، يعني ما قدرتوا أنه تنصفون هذا لا المكون؟ أكيد طبعا، لأن إحنا ما لم نأخذ الدور الحقيقي، لأن كمكون بحجمنا وتأثيرنا ومكانتنا مهمشين. يعني أنا دائما أذكرها أنه إحنا وجودنا بالدولة في الأجهزة الأمنية طبعا مهمشين، ما يتجاوز 2% بالأجهزة الأمنية وبالأجهزة بالدوائر المدنية، وعندي إحصاءات وبيانات، ما أتكلم تحليل أو معلومة، ما نتجاوز 7%. هل أن المكون السني يمثل 7%؟ بالتالي هذا الإقصاء والتهميش للمكون يؤثر حتى على بنية الدولة وعلى سياسة يعني الدولة. يعني إقصاء تقصد من منه؟ التهميش من الكتل الشيعية والكردية طبعا. اثنينهم؟ طبعا أكيد. يعني ما همشوكم؟ 100%. سموه أنت ما تعرفين هاي القضية واضحة جدا للجميع. أنا يعني أتكلم بحقائق. 2% بالأجهزة الأمنية إحنا ما موجودين، و7% بمفاصل الدولة. مفاصل الدولة يعني عندنا وزارات ما عندنا ولا مدير عام، مثلا 25 مدير عام ما عندنا ولا مدير عام سني مثلا. هذه حقائق موجودة. بالتالي هاي القضايا تبقى هي مطالبنا احنا جميعا. كل الكتل السياسيه سواء كان جبهه الانقاذ او تحالف العزم او تحالف التقدم، كل الكتل اللي راح تمثل المكون هذه هي مطالبها. ولكن اليوم نحن كتقدم، يعني اعتقد كلمه الباص البرتقالي وان هي ذكرت في تغريده الاخ النائب الصديق محمد الكربولي ابو مصطفى، ولكن كحزب تقدم اليوم شاء من شاء وأبى من أبى، هو حزب اليوم يمثل غالبية المكون السني وإلى وزنه وإلى تأثيره، سواء كان
بشخص يعني السيد شلون شلون رئيس. نعم شلون يعني تتحدثون عن الأغلبية؟ شنو مقياسكم بالأغلبية؟ أولا إحنا لدينا رئيس برلمان اللي هو رئيس الحزب، ثاني لدينا وزراء ولدينا برلمانيون، يعني مو أقل من 40 برلماني في يعني هذا التحالف. نعم يعني عندكم هواية. طبعا، وعندنا الآن مرشحين بحدود 60 مرشح إضافة نعم للبرلمانيين اللي موجودين. يعني عندكم ناس تشتغل، واليوم أطالب بحق المكون.